الحار ولا كمجلس؟ هي مجلس لرب العائلة الكبير، الأب أو الأخ الأكبر، أو مو بالضرورة أن يصير لرب الأسرة، ممكن يصير لعالم من علماء المنطقة يدعوها إليه. يجلس فيها للمطالعة، استقبال الضيوف، يجلس فوق يختلي بنفسه قراءة، كتابة. هي بعد طبعا عشان الحر، علاج الحر. بيوتنا الأول صغيرة ما في منافس في الدور الأرضي، يضطروا أن يطلعوا. السدرة لنا تقي شجر السدر، هذا فريقنا إحنا، أنا فريقنا، أنا بيتنا. اللي على يسارنا مطعم ومقهى السدرة، استثمار من البلدية لأحد الشباب عندنا في المنطقة، ويا زوجته تقريبا 20 سنة بعد ما انتهت. تصميمه تصميم نفس بيوت القلعة. طبعا اشتغل في التليس كله من البلد، نصممه من البلد، اشتغل عليه من البلد، وانا احد الفريق اللي اشتغلت وياهم. الله يقويك. هذا راح يتحول مطعم ولا؟ لا لسه، هذا احد الاشياء الاهداف اللي لي انا، ان انقل ثقافتنا، ثقافه المنطقه في المشاريع اللي جايه، في مساجد، في معادن، في مطاعم. الان حوالي 6 أو 7 مشاريع كلها نقلت، لا اعرف نقلت فيها. يعني مطعم حد هيل، تراث الأجداد، مطعم السدرة، بعض المطاعم، بعض البيوت، بعض المجالس. وهذه أحد الأهداف اللي إلينا، أن أنقل الثقافة العمارية اللي إلينا الأصيلة طبعا، مو المختلطة. إحنا ما عندنا بادقير، لا لاحظتوا؟ عندنا خلوة. البادقير زي اللي موجود في الإمارات، في عمان، في قطر. اللي بدأ يسوونه في الدمامة. يا سلام عليك، إحنا ما عندنا ذي الثقافة، هذه الثقافة مي موجودة عندنا، ما يصير أنا أحط لي بادقير، أحط لي خلوة. وده الخلوة اللي في المطعم راح تعتبر في اي بي لكبار الضيوف، يعني عندك اجتماع، عندك مجموعة كبيرة جاية جزء تكفر خلوة تقول اوه ما شاء الله. في عندهم مجلس النوخدة، النوخدة الاول عنده مجلس خاص، مو اي مجلس يطلع على وين؟ على الشارع. يا سلام. الكريم، يعني الكريم دائما مجلس على الشارع، ما يصير داخل، مجلس من جهة ثانية. طيب ابو مصطفى، من ناحية تكلفة لو قرنا بالبنيان العادي، هل في فرق كبير؟ اي في فرق، لان اليد العامله مي موجوده، المواد مي موجوده، متعبه واجد. بس انت الحين تشتغل باساسات عاديه. اي واعمده وطابوق وبعدين بتليس. إيه حتى الاعمده والاشكال تحاكي نفس الطراز المعماري القديم. اوكي. المهندس عشان يشتغل ما يعرف، تضطر انت كل يوم تروح تقعد اياه تقول للقوس كذا لا نسمه وتنام، ما اشتغل فيه من قبل، تعقيدك. يجي لنا المواد، وين نجيب المواد؟ ما في مواد، تضطر انت وش تسوي؟ تخلط. جرب. صرنا نجرب في الجدران اول، خلطات ما ضبطت، تبغى نفس اللون، هذا اللون ضارب لنا الشمس والحراره والرطوبه، ما كان كذا اللون، ابيض. بس مرحله البحث انتهت الحين، جينا للتطبيق. خلاص انه خلناها لمشاريع ثانيه. هذا اقول لك الحين ابغى انفذ الحين، كم التكلفه بتفرق معاه؟ اقل من البنيان العادي. إيه اقل، زي هذا مثل الجدران الحين. اي. سميته على طول الجص، يعني هو الحين طابوق، ما يحتاج معجنه، هو طابوق وبيتليس وبعدين الجص. يتليس بعدين الجص على طول. أي. ما يحتاج لا معجون ولا صنفره ولا اساس ولا شيء. واقل تكلفه، اللي هو المواد اللي استخدمها اقل من السميت. هذا ماخوذ نموذج لبيت زي بسيت السدره على حتى العدد فوق الاعداد. اه يعني كانت حسينيه ولا لا؟ الحسينيه كانت يعني عندنا صور التصميم، تروح للمهندس كيف العدد، ما يستوعب في البدايه حقنا ليش، تقول له رقم كذا يحكي، رقم كذا يحكي. طبعا الابواب من البحرين جايبينها. نقاش الزخرف جايبين واحد من المغرب خاص، نعطيه الزخارف ويطبقها، غير جاهزين. جاهز 6 ريال بلا هتر. لا لما تجيب له الزخرفه يقول لك لا اقل شيء 40 ريال، لانه يشتغل بيده. صحيح. واول مره اشوف الزخارف مال القطيف بالضبط. بالضبط، ما لا تجيب شيء من عندك، ما ابغى شيء من عندك. كل السياره اللي تمشي على الحين على طول بوابه البحر. يعني على طول البحر الفرضه. احمد علي لا تحب تقول لي عشان تخلص خلك ساكت اجل عشان ما يخلص.
غلط كل مره يروح معانا البيتين دين جدا صار لهم 50 55 سنه ليش موجودين لما جت لهم ازاله ما جت لهم لازم ملكيه اضطر ان يقعد البيوت ما في لما طلعوا من البيوت وتوجهت انا للعماره اخذت اذن من اصحاب البيوت مدينا كهرباء مدينا الفوانيس تحب تشوفها انا حمد علي من في المنطقة اللي حوالي 10 في 8 هذا بيت الوالد احنا عشت فيه انا عشت فيه حوالي 40 سنة ما شاء الله يعني نطلع البحر عند المطاف الدفاع المدني البحر الوالد يروح العمل وناخذ غطرته ونصيد السمك ميت صافي بالاول خير كان البحر ما تجوع الله يكرمكم القبة اللي فوق هذه شوفوها هذه من تقنيات الجميلة ومن رفاهيات اصحاب البيوت إن حتى دورة المياه وبيت الخلوش فيه عاملينها شنو القبة ليش القبة ليش مو مستطيلة عشان دوران الروائح والهواء والأصوات الدليل في المسجد منتش فيه خطر المسجد أول ما فيه صوتيات محراب مقوس القبة مقوسة عشان اللي يتكلم ويصير الصوت تشتت وينتقل من مكان إلى مكان والعكس صحيح عشان تكسر الصوت ما يصير الصدى عمل مربع هنا بيتين ما شاء الله طبعا الاصابات يطلعنا على الدوالي وش الدوالي دي مزرعه جميله لطيفه فيها مزارع مفتوحه للجميع وطل على حسينيه السدره من افخم واجمل حسينيات عندنا في المنطقه منطقه حسينيه طبيعيه لو موجوده تعتبر معلم تاريخي فيها بير فيها اروقه فيها بوابة مداخل خادعات يعني دي السرية أنا شفتها طبعا خوي دعائي وتنزل وتطلع تطلع على وين على منطقة السوق وتترجع تدخل على البيوت أي بيت تدخل على تمر عليه ما عندهم مشكلة تدخل تشرب ماء تشرب حليب إلا عندهم يعطوك إياه استثمار على هذه الناس اللي تشجعوا من البراحة سيد وسام إلى الآن العرض موجود تعال أبو مصطفى نعدل البيت بعد ما غير زي ما سويت هناك بنفتحها وأنت شوف وش المشروع اللي يناسب ترى ولا مشروع ولا شيء تفتحه للناس فقط ما يتحمل لأن جبت أنا مستشار من البحرين بيوتنا هذه حق 5 أشخاص 7 أشخاص ما حد يتحرك فيها لما تجيب مشروع مقهى يعني في 30-40 شخص كل يوم يعني ممكن البيت واساس وثلاجات يعني انت كذي ما تتعور لكن خلنا نعص عليك نص ساعه لا خلاص يقول ما يتحمل شيء ممكن تحط فيه مقتنيات متحف الناس تجي تمر وتحت قهوه شاي خفيف لو احد يشرب ماء يبغى يشرب ويتوكل هذا بيت الساده الدعلوج وهذا بيت الدعلوج ثلاث عام في كهرباء طبعا وفي ماء وفي يقل باب يطلع لك محمد علي اتذكر انا عمري صغير قد محمد علي الظهر لما يصلوا ابواتنا يصلوا خلصوا ياكلوا المقسوم كل واحد يجيب حاجه اللي عنده يجيب اللي يجيب حصير واللي يجيب ماي واللي يجيب قهوه واللي يجيب تمره يجلس في البقعه لو تلاحظوا الهواء لما ترش ماي برا وش يصير الهواء؟ مكيف يعني بديل جميل للحر داخل البيوت حل مثالي يعني طبعا لا تلاحظ الصابات ما يجي على امتداد دائما منحني او
اخر شنطه موي.